اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حلقتنا النهارده مع الغطس والانجاز الكبير والحصول على الدرع العام لبطولات الغطس هذا الموسم في مصر. برحب بالمدرب العام الكابتن الكبير كابتن محمد العسال. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك، منورنا والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ونرحب بلاعيبه الفريق واحد نجماته واحد اصحاب هذا الانجاز الكبير شهد ايمن. اهلا بيك يا شهد. اهلا بحضرتك، مبروك. الله يبارك في حضرتك، شكرا. طب اجي لك كابتن محمد، يمكن طبعا كان معانا كابتن وائل عزت وكابتن عمرو ممدوح، اكيد الانجاز ده ما جاش من فراغ، اكيد جه جهد وعرق. ابتديتوا الموسم ازاي واشتغلتوا ازاي وخططتوا لده ازاي؟ بص، هي منظومه، فهي بادئه من 4 سنين. يعني كابتن طارق جمعه حاطط برنامج ان احنا نخش ان احنا ناخد الدرع العام. الحمد لله اتحقق السنه دي بمجهود وتنظيم واداره، يعني كل حاجه تكاتفت علشان احنا نوصل للوضع اللي احنا فيه النهارده ده. طب انتوا الفريق كله بيتمرن في اهلي مدينه نصر ولا اهلي الجزيره ولا بتمرنوا الجزء الاكبر في مدينه نصر، ولكن كتير بيروحوا من الجزيره. يعني انتوا بتقدروا كجهاز تقسموا نفسكم بنقسم حسب ظروف الاولاد والمدربين؟ بالظبط. طيب شايف ايه اللي ميزنا دلوقتي؟ ايه اللي يميز النادي الاهلي انه خد البطوله دي؟ اكيد حاجه تميزنا ان احنا خدنا الدرع العام. ما هو زي ما بقول حاجه، التنظيم من الاول وبقى عندنا ان احنا نوصل للموضوع ده، فهو محتاج ترتيباته ان انت يبقى عندك مثلا احنا بنلعب 7 مراحل، 7 مراحل يبقى فيهم لعيبه موجودين يسدوا المكان ده او ابطال في يعني المكان ده. يعني انت قصدك الاعمار السنيه؟ احنا الاعمار السنيه مختلفه. الاعمار السنيه مختلفه، فانت عندك التقسيمه بتاعه الاولاد اللي عندك يقدروا ينافسوا في كل المراحل. طب هي مهمه صعبه ليه بقى؟ انا اقول لك، انت بتدور مش تاخد ايفنت. بالظبط، انت بتدور تاخد كل الايفنتات. بالظبط، انت عايز في كل الاعمار السنيه احسن لعيبه في مصر، او بالزبط. تعمل احسن لعيبه موجوده. فانت كده عايز بلان شامله. انا فهمت انت قصدك، انت عايز خطه واستراتيجيه كامله. بالزبط. عشان توصل للدرع العام، مش عشان تاخد ايفنت. طول عمرنا بناخد ايفنت دي يعني ما تحملش معاك لاخر الموسم. بالظبط، لكن انت بتلعب في مرحله البراعم مثلا عندك 3 مراحل، مبتدئ متقدم متميز، فانت عندك في كل ايفنت من دول عايز على الاقل ولدين وبنتين يشيلوك ان انت تبقى بطل في الحته دي او ان انت تكسب المرحله دي، عشان انت بتكسب مرحله البراعم، بعديها مرحله الناشئين، بعد كده مرحله العمومي، في الاخر تجمعتهم كلهم يقول لك ان انت واخد الدرع. طيب لعبنا كام بطوله؟ احنا بنلعب بطولتين في السنه، كاس مصر وبطوله الجمهوريه. بنبدا بالجمهوريه الاول، وبعد كده نهايه الموسم اللي هو فيه الدرع بقى اللي هو فيه بطوله كاس مصر والجمهوريه، ده اللي بيجمع فيه النقط. طيب احنا لعبنا بطولتين في السنه. طب اصعبهم كان الجمهوريه ولا الكاس؟ عاده الجمهوريه بتبقى اصعب لان فتره الاعداد بتاعتها اطول. برافو، صح. انت عندك الصيف كله، فانت شغال عامل حمل 100%. ممكن كاس مصر يبقى عندك ظروف كتير قوي خارجه عن ارادتك، يعني عندك دراسه، عندك جو برد، الحاجات دي كلها بتبقى خارجه عن ارادتك، فانت بتضطر تاقلم نفسك على الظروف دي. طب اكتر عمر سني، بكلمك بقى حاجات تكنيكال اكتر من اللعيبه، كنا بنتكلم على حاجات يعني حياتهم والعابهم، ولكن اكتر عمر سني كان عندنا فيه ازمه او كنا محتاجين فيه تركيز قوي مع الولاد. بص، هو عاده مرحله 13 و15 سنه دي بتبقى المرحله، انا بعتبرها ان المرحله الفصل. بمعنى ان انت بتبقى طالع من مرحله البراعم، مرحله البراعم منافسه فيها برضو ما بتبقاش سهله لان الفوق قليله قوي. بالظبط، لكن لما بتوصل بقى ل 13 سنه بيبتدي يخش عليك صعوبات جديده في الحركات بتاعتك، فانت لو الولد مش جاهز للمرحله دي فعاده بينسحب. فهي دي اكتر مرحله بتبقى الموضوع فيها، بس دي حاجه جنرال مش النادي الاهلي بس. لا، دي طبيعي في الولاد كلها، يعني 13 و15 دي المرحله اللي هو انت بتبتدي تشوف الولاد رايحه فين، اتجاهها فين، وبتبتدي تختار منهم. بالظبط. شهد، مبروك. الله يبارك في حضرتك. لعبت الجمهوريه بكاس مصر؟ طب عملت ايه في الجمهوريه؟ الجمهوريه طلعت تالت. على كم بورد؟ كم بورد بتقفز؟ انا كنت بنط على 3 بوردات، ثابت وثلاثه متحرك ومتر متحرك. طلعت تالت على 3 بوردات. طلعت التالت؟ تالت. يعني تلات بوردات انت على منصه التتويج. طيب ده في الجمهوريه صح؟ طيب في كاس مصر؟ كاس مصر طلعت اول وتالت. في بوردين؟ اول على متر متحرك وتالت على ما شاء الله على 3 ما شاء الله. بس دي نتائج حلوه جدا. طب دي اكتر سنه عملت فيها نتائج ولا عملتي فيه نتائج احسن من كده؟ لا، عملت نتائج احسن من كده ساعه ثانويه عامه، كانت بطوله قبل ثانويه عامه ب10 ايام، خدت فيها الكاس. ما شاء الله ما شاء الله. طيب قولي لي، يعني السنه دي يعني اكيد برضو كانت فيها منافسه. يعني النهارده معانا هليوبلس بينافس، طبعا منافس التقليد، عندك الجزيره، عندك سموحه سبورتنج، عندك انديه كتير جدا السنه دي بتنافس، وخلاص احنا عدينا كورونا في فتره، فالفرق كلها بتمرن كويس. مين اللي كانوا بينافسوك؟ مين اكتر منافسين ليك؟ الجزيره وهليوبلس.
طب فاكر اساميهم ولا بتبقى تختلف؟ لا بيختلفوا يعني بيختلفوا عن بعض. طب انت بداتي يعني قفز ازاي؟ دايفنج بداتي ازاي؟ انا كنت بتمرن سباحه زمان بس ما حبيتهاش قوي، فشفت الناس عماله بتنط فقلت انا ممكن اجرب وكده وقعدت اجري. سنة كام ده؟ كان 6 سنين. صغيره برضه. بقالي 15 سنه. كل اللي جاوب نفس الاجابه، كان نفس السن. هو ده نفس السن. كنت بلعب سباحه وشفت الولاد بينطوا فعجبتني اللعبه. كله شايف كده، ويمكن حمام الغطس جنب السباحة. فكله شايف بعض. طيب لما رحت قلت لبابا ما انا عايز العب اللعبه دي، ما قالوش عليكي؟ خش مش اي حاجه. الام ساعات بتقلق من هي اكيد هتقلق بس مش هتسيبني يعني ما اخشش حاجه انا حباها. ولعبت. طيب بدات تدرجي وتوصلي. طب انت فاكره فتره الناشئين عملت ايه؟ فاكره كنت ماشيه ازاي ولا؟ فتره الناشئين كنت ماشيه كويس الحمد لله، بس ابتديت اشد اكتر في فتره العمومي. ايه السبب؟ هل عشان عشان كبرت الجامعة؟ اكتر. وجامعه مش هعرف اطلع بدري من الجامعه، مش زي المدرسه. المدرسه كنت بطلع الساعه 12، جامعه بخلص الساعه 4، فاخلص جامعه واروح التمرين شويه. الدنيا تبقى ليلت في الشتاء، بيبقى جو برد شويه كده. بتدرسي لسه صح؟ لسه بتدرسي؟ في سنه كام؟ تانية جامعه. تانية جامعه لسه صغيره ان شاء الله، لسه الدنيا قدامك. طيب الموسم خلص هتبطلي تمرين؟ لا ان شاء الله مش هتبطلي تمرين. مش هبطل. لا على طول يعني حتى بعد ما الكاس خلص انت بتمرني اسبوع؟ اخر تمرين امتى مثلا؟ اخر تمرين يعني لسه مخلصين بطوله بقى لنا كام يوم بس. اخدت يومين كذا يوم راحه وبعد كده. بس انا بمرن دلوقتي الصغيرين. بتمرني الصغيرين؟ طب برافو. طب حابه التدريب اكتر ولا حابه اللعب؟ الاثنين بصراحه يعني. انا بمرنهم وانا حابه اللعبه، وبتعلم برده من كابتن طارق وكابتن محمد وكابتن اسامه كساب، فبديهم بقى. بيبقى حلو لما اللي انت بتمرنيهم يشوفوكي بتلعبي. على فكره دي حته جديده. دي حقيقة. طيب ويعني انت الاثنين بالنسبه لك واحد، ان انت تتمرني او تلعبي. لما الواحد بيبتدي يلعب بيبقى له مثل اعلى، مين مثلك الاعلى؟ زي ما عمر وعلي قالوا مهاب مهيمن طبعا. مهاب كذا كذا. مهاب مهيمن. لا هو حاله فريده مهاب، مش لعيب عادي يعني، لعيب عمل انجاز ما اتعملش في مصر لحد نهايات الغطس الاولمبياد صح؟ بالظبط. انجاز كبير. سنه كام ده كان؟ اللي فاتت دي الاولمبياد اللي فاتت طوكيو دي. فده انجاز. وكانت اول مشاركه ليه ريو مع مها؟ لا اول واحده ريو وبعد كده. بس انجاز كبير جدا يعني. واضح انت تخش الفاينل. دخول الفاينل اصلا في الدايفنج صعب جدا، منافسه جدا 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 يعني. هو النهائي بتبقى احسن 8 لعيبه صح ولا 12 لعيبه. فوصل ان هو يوصل في نهائيات جوه ال 12 ده حاجه كبيره يعني. الله اكبر ما شاء الله عليه. ما شاء الله عليك.